تعرف على ماذا قال ترامب عن الإسلام والمسلمين. أدلى دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية على منافسته هيلاري كلينتون بتصريحات بشأن الإسلام والمسلمين، وصفت بالخطيرة أثناء خطابه بعد إعلان النتيجة، وأيضا في تصريحاته عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة إلى تصريحات أثناء الحملة الانتخابية. دعا ترامب إلى وقف دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية العام الماضي، مؤكدا أن ليس لأمريكا أي خيار آخر، وأن المسلمين على حد تعبيره يكرهون الأمريكيين، وهو ما يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد ترامب في يونيو الماضي الدعوة لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الرقابة على المساجد بعد وقوع حادث إرهابي في ملهى ليلي بأورلاندو، واصفا المسلمين بالإرهاب الأصولي. وبعد فوز ترامب نشر الجارديان تقرير تحت عنوان أمريكا في عهد ترامب لا وجود للمسلمين فيها بعد دعواته المتعددة بمنع دخولهم وحشد مشاعر المواطنين الأمريكيين المعادية للإسلام. وحسب ما نشر موقع روسيا اليوم، فأن الرئيس الأمريكي الجديد يعتزم التصديق على مشروع قانون بالكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كما حدث مع حزب الله في لبنان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم بود أحبائي.